تم إذن تسجيل أولا حصول القوائم المستقلة والتي عددها 12 قائمة على 74 مقعد من أصل 90 مقعد متاح، ما يمثل نسبة 82.22%. اثنين، حصول حزب جبهة التحرير الوطني على 7 مقاعد من أصل 90 مقعد متاح، ما يمثل نسبة 7.78%. ثلاثة، حصول حزب الجبهة جبهة القوى الاشتراكية على 6 مقاعد من أصل 90 مقعد متاح، ما يمثل 6.67%. وربعا، حصول حزب التجمع الوطني الديمقراطي على 3 مقاعد من أصل 90 مقعد متاح، ما يمثل 3.33%. يجدر التذكير أن الهيئة الناخبة التي بلغت عدد 57,650 ناخب، صوت منهم 17,804 ناخب، منهم 14,141 ناخب يمثلون نسبة 30.22% بولاية بيجاية، و 3,663 ناخب يمثلون نسبة 33.69% بولاية تيزي وزو. كما سجل 886 ورقة ملغات، 886 ورقة ملغات و 25 ورقة متنازع فيها، وبلغ بذلك عدد الأصوات المعبر عنها 16,918 صوت،